ألف ألف مبروك يا حازم، ويعني أول درع حازم إمام يشيله ككابتن للفريق، ودرع الدوري أعتقد بطولة غالية قوي يا حازم. الله يبارك في حضرتك كابتن كريم، وأنا ببارك لحضرتك والجمهور نادي الزمالك واللعيبة ومجلس الإدارة. إحساس جميل يا حازم لما تكون أنت كابتن نادي الزمالك وتحقق بطولة الدوري. أكيد طبعا، يعني أول سنة بقى فيها كابتن نادي الزمالك وآخد بطولة غالية زي بطولة الدوري، فده طبعا شرف لأي حد ان هو يحصل على طول الدوري مع نادي كبير زي نادي الزمالك. كانت غايبه عننا بقى لها فتره كبيره، بقى لها اكثر من 10 سنين. فانا بحمد ربنا يعني على الانجاز اللي انا عامله لنفسي، ان انا اول سنه ابقى كابتن فرقه واخد فيها بطوله الدوري. شلت بطولتين الكاس، ولكن الدوري ليه طعم اخر يا حازم. اكيد طبعا يا كابتن، يعني بطوله الكاس يمكن احنا ما غابتش فتره عن نادي الزمالك، ويمكن هي مش في نفس قوه بطوله الدوري طبعا. ايوه، فطبعا زي ما حضرتك بتقول تفرق كتير طبعا. مشوار صعب من اول الدوري، الدوري طويل لاكثر من 20 فرقه. فانا بحمد ربنا طبعا من بدايه الدوري احنا متصدرين الدوري، تعبنا كتير وربنا كفينا في الاخر الحمد لله. في العالم الحمد لله حازم، يعني جماهير الزمالك فرحانه جدا، وانت شايف طبعا في الشوارع، في نادي الزمالك، في التلفزيونات، في البيوت، في كل حته، في الدول العربيه، في كل دول العالم، الزملكاويه فرحانين جدا. هل يعني حاسين بالفرحه دي، وفي نفس الوقت هل تقدروا تحافظوا؟ التليفون قطع، هنحاول تاني نجيب حازم امام، واكيد بيتحرك خارج ملعب بيترو سبورت. كنت عايز اساله، هل يعني انتوا كلاعبين مقدرين ان الفرحه دي بتساوي كتير جدا جدا عند الزملكاويه، وهل تقدروا تحافظوا على الفرحه دي لفترات قادمة، ولا هتكون بطولة فقط السنة دي وبعد كده ممكن يحصل إخفاقات أخرى؟ يعني أكيد سؤال مهم، وأكيد كمان لما اللعيبة شافت فرحة الجماهير هتفرق معاها بشكل كبير جدا حتى في تركيزهم مع نادي الزمالك في الفترات القادمة. قبل ما يرجع لنا التليفون تاني مع حازم إمام، ممكن يكون قطع شحن بقى ولا حاجة، أكيد كل الناس رجع تاني. ازيك يا حازم؟ يا حبيبي التليفون قطع ولا إيه؟ معلش الشبكه وحشه، معلش. ولا يهمك ولا يهمك. طب اقول لك يا حازم، اكيد انتوا شفتوا الفرحه الكبيره في كل دول العالم، الزملكاويه في كل حته في العالم، فاكيد دي هتديكوا دافع ان انتوا تكملوا الانجازات او تكملوا نفس المستوى اللي انتوا ظهرتوا بيه السنه دي عشان تفرحوا الجماهير كمان في السنين اللي جايه. ان اللي بيتقال ايه، ان الزمالك يكسب بطوله وبعدين يغيب 10 سنين. اكيد يا كابتن، يعني يمكن اللي شاف جمهور نادي الزمالك في ملعب حلمي زموره او في جامعه الدول، او زي ما حضرتك قلت في كل بلاد العالم، يعني في الامارات والسعوديه واكثر من بلد، شفنا جمهور الزمالك كان فرحان قد ايه. فطبعا دي يعني حسست لعيبه نادي الزمالك بالمسؤوليه اللي هم فيها، وفرحه لعيبه نادي الزمالك باول بطوله ياخدوها شافوا جماهيرهم بالملايين في الشوارع. فاكيد دي هتخليهم يحاربوا على اي بطوله ندخلها، ان احنا تبقى من نصيبنا عشان الناس دي تفرح تاني. الفريق الحالي والصفقات اللي انضمت، يعني كهربا، ابراهيم عبد الخالق، احمد حسن مكي، محمد سالم، شريف علاء، محمد عادل جمعه، دي معظم الصفقات اللي انضمت. هل الفريق ده والقوام ده يقدر ينافس على بطوله الدوري بقوه زي السنه دي، او يحصل على الدوري، ولا هتلاقي في صعوبه مع النادي الاهلي والصفقات اللي الاهلي عاملها؟ لا اكيد يا كابتن، يعني يمكن التيم اللي موجود دلوقتي اصلا تيم قوي جدا، وكان ينقصوا يعني بعض الصفقات، ونادي الزمالك الحمد لله عملت صفقات قويه جدا مع لعيبه ممتازه. اكيد دولت هيبقوا اضافه لينا ان احنا نقدر نحافظ على بطوله الدوري السنه الجايه ان شاء الله، ويبقوا اضافه لينا كمان في بطوله افريقيا واحنا ماشيين بصوره كويسه وماشيين اول. فاتمنى ان احنا نفضل ماشيين على زي ما احنا ماشيين كده، ونقدر نجيب بطوله الكونفدراليه. مين اللعيب اللي انت تتمنى مين اللعيب يا حازم اللي انت تتمنى ان تلاقيه في الزمالك الموسم اللي جاي؟ انا كان نفسي يجي ويجيب صراحه كهربا يمكن انا لعبته قدامهم فتره كبيره جدا، وبيجي معاه المنتخب من ايام مستر برادلي. فانا كنت في لعيب عالمي بصراحه. انا كنت بتمنى ان هو يجي نادي، انا كنت على طول بكلمه والله. وفرحت جدا ان انا عرفت في الاخر ان هو مضى نادي الزمالك. سمعنا كده كلام ان جاي لك عروض كتير، لكن انت متمسك بالزمالك. والله يا كابتن كريم، انا مفيش اي حاجه جات لي خالص والله لغايه دلوقتي، يعني مفيش حاجه رسمي. لا مفيش حاجه رسمي جات لغايه دلوقتي. بس انا لو في حاجه جات ونادي الزمالك وافق عليها، يعني حاجه كويسه تنجز من نادي الزمالك، اكيد يعني اكيد هبقى طالع وانا فرحان ان انا واخد بطوله الدوري. لو في حاجه جات ونادي الزمالك ما وافقش عليها، انا مكمل مع نادي الزمالك ان شاء الله لحظ مزيد من البطولات باذن الله. مبروك يا حازم، واكيد احساس جميل وانت كابتن نادي الزمالك وبتحصل على بطوله الدوري. اتمنى لك التوفيق يا حازم ان شاء الله في الفتره القادمه. مسافرين يوم الخميس للكونغو؟ ان شاء الله باذن الله. مسافر مع الفريق انت؟ ها،
انا مسافر باذن الله. تمام يا حازم، مبروك وبالتوفيق الله ان يبارك شاء الله في فيك. ماتش اليوبار الكونغولي باذن الله. نشكر حازم امام كابتن نادي الزمالك، شفنا لقطات طبعا وفرحه لعيبه الزمالك وتسليم الدرع المصري لموسم 2014 2015. خلينا نخرج نشوف